طبعا الحين ما في دعايات فاشينستات، فحج احمد قال فرصه بسوي دعايه. شوفوا الزيت هذا يقول لك قطره واحده يطلع الشعر كله. الحين اوريكم قبل وبعد، شفتوا قبل وهذا بعد، توني حاط قطرتين طلع الشعر شلون طلع. فانصحكم يا شباب يا بنات باستعمال هالزيت هذا، خوش زيت، زيت الصبار، خلال نص ساعة يطلع الشعر بالأمتار يطلع عندك. ايش رايكم؟ خوش دعاية. لا تنسوني سووا لايك، وعادي ترى السعر قليل، لا تخافون، يعني الدقيقة ب10,000 دينار، يبقى تطلع لي كم مليون وبصير فاشنست لكم. ثانك يو.